هاي ملك. هاي شيف. كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ مشكور الله. شو اليوم عنا؟ الاسبوع السعودي. اسبوع سعودي حنعمل طبقه وصفات من المطبخ السعودي. ما ننسى المطبخ السعودي هو مطبخ من المطابخ الخليجيه العريقه، متاثر اكيد بكل البلدان اللي حوله، عنده كثير تدخلات من خاصيه من المطبخ البحر الابيض المتوسط اللي بسموه ليفانتاين. فبتلاقي عنده شاورما وفلافل، ما ننسى في كثير من في عنده حدود مع البحر الاحمر، ففي مصر كمان عنده تاثير عليه. وبعدين اكيد اليمن وعمان والامارات، فاكل مبدئيا غني باللحوم بالحبوب خاصيه الرز والقمح والخضار طبيعة الحال، لانه في عنده كمان يخاني وستوز. فاليوم حنبلش حنعمل هريس، بسموه انه هريس الحلو، بس هو بالدجاج بنحط على وجه سكر بودره. حنعمل رز بالحمص مع اللحمه، وحنعمل سمبوسك على الطريقه السعوديه. اوكي، فحنبلش اول شيء بالعجينه السمبوسك. اوكي، حنخلي كمان المي تغلي. هي السمبوسه نفسها. سمبوسه هيدا اكيد ما ننسى انه سمبوسك اجت الاصل من البلاد من الشرق الاوسط البحر الابيض المتوسط، وانتقلت بالبلدين كلها حتى وصولا للهند وصولا لغير البلاد. فاول شيء حناخذ جاد نعمل العجينه. يلا، اللي هي عجينه سمبوسك العادي، بس حنحط فيها بيضه. فينا نلاقيها بالسوبر ماركت صح؟ فيك تلاقيها، بس انه ما بدها كثير تتعمل على الايد. اوكي، يعني سهله تتعمل على الايد اكثر. وهي زيت، حنحط معهم بيضه. حنحط معهم شوية ملح، شوية سكر. ما فيها خميرة؟ لا، لأنه هيدي عجينة مقلية، فما فينا نحط فيها خميرة. أوكي. اكيد في تاثر من البهارات المطبخ الهندي، في استعمال كثير للبهارات مثل الزعفران والحب الهيل والكبش القرنفل، وبس كمان مثل كل البلاد الخليجيه اللومه هي من الاساسيات بالطبخ. حتى بسمع انه نقص اللومي ونقليها بتعطي نكهه اكثر. 100% بتعطي نكهه حلوه، ريحه حلوه بالطبخه، فهي اكيد اللومه بتعطي نكهه حلوه وريحه حلوه بالاكل، خصوصا كيف فيها الحومات. خير، شو بقى صوتك ملك؟ على الطقس شيف. سلامتك، عم تاخذي عسل ومي سخنه؟ ايه عم باخذ. عافيك، هيك احسن للصوت، السكر كثير منيح للحبال الصوتيه. فعلا.